السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، حلقتنا اليوم حلقه راح تكون خاصه بمديريه المرور العامه. في هذه الحلقه راح نستعرض لكم بعض التقارير حول لقائنا مع السيد اللواء طارق الربيع مدير المرور العامه اثناء مقابله المواطنين. هذه المقاطع راح تكون هو الجزء الاخير من مقابلات السيد اللواء، وبعد ان شاء الله الاسبوع القادم كانت لنا جوله في قاطع تسجيل الحسينيه التابع الى مديريه المرور العامه برفقه السيد العميد علي الشمري. بالتاكيد تناولنا موضوعات المرور بكل تفاصيلها، وقلنا لكم من الحلقه الماضيه راح نفتح اتصالات لكم اثناء الحلقه حتى يتم الإجابة بشكل مباشر مع ضيفنا اليوم أيضا في الاستوديو المقدم حيدر الوائلي من إعلام مديرية المرور العامة. نرحب بك أجمل ترحيب سيادة المقدم. مساء الخير عليك دكتور حازم، مساء الخير على كل مشاهديكم. طبعا شكرنا لك موصول حقيقة على تعبك خلال الفترة السابقة، يعني حلقة مقابلات السيد مدير المعام تغطيتها من جنابك، وأيضا موقع تسجيل الحسينية أكيد هي الهدف واضح وخدمة المواطنين. أحسنت، بارك الله بك. أول أشكر جهودكم أنتم بالإعلام، أشكر جهود السيد اللواء إلى آخر منتسب بمديرية المرور العامة. بصراحة جدا متعاونين أنتم معنا، هذا شيء يحسب لكم إن شاء الله. هذا واجبنا أكيد، هو إحنا يعني هو هدف أسمى. أنت اليوم الإعلام هو من واجبه أنه يسلط الضوء على كل عمل المديريات خدمة المواطنين، واحنا واجبنا كمديريه مرور عامه هو خدمه المواطنين، هذا الهدف الاسمى لمديريتنا. بارك الله بجهودكم سياده المقدم، وحاب اطرح سؤال سياده المقدم. احنا مقبلين ان شاء الله على العيد غدا يوم الاحد ان شاء الله، اقول لكم كل عام وانتم بخير مقدما، واكيد هناك راح يكون زخم، راح يكون ما هي اجراءات مديريه المرور العامه؟ بدايه كل عام والشعب العراقي بكل خير، يعني ان شاء الله اضحى مبارك على الجميع. حقيقة يعني احنا من اليوم بدأت تنفيذ خطة العيد المبارك خلال نشر دورياتنا وفارزنا والتأهب، ايضا تعزيز صار من مقر مديرية المرور العامة الى عمل مفارزنا في جانبي الكرخ والرصافة. الخطة ان شاء الله راح تكون للانسيابية، تحقيق الانسيابية في حركة السير والمرور، وباشراف السيد مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل الربيعي والسادة المعاونين ومدراء الجوانب في جانبي الكرخ والرصافه. ان شاء الله احنا راح نشاهد الانسيابيه تتحقق، يعني اليوم لحد الان ما عندنا اي اختناقات مروريه، انسيابيه موجوده في جانبي الكرخ والرصافه، ان شاء الله خلال الايام اللاحقه ايضا راح تكون انسيابيه موجوده. ممتاز، هل هناك قطوعات مثل في بعض الشوارع؟ لا لا، لحد الان ماكو قطوعات، وان شاء الله ما راح تكون قطوعات، حسب الموقف اللي راح يكون، وان شاء الله المتوقع انه ما تكون اي قطوعات موجوده. ان شاء الله بجهودكم جهود الاخوان، رغم حراره الصيف العاليه اللاهبه، احنا نشوف دائما اخواننا بالمرور في التقاطعات في الشوارع، شيء ايجابي من تشوف ممكن يستغني عن الاشارات المروريه ونشوف الضابط او المنتسب هو اللي يسير الموقف، يعني هذا شيء ايجابي. يعني والله ما هلا الابطال، يعني حقيقه احنا نوجه لهم كل التحيه، كل مفارز العامله في تنظيم حركه السير والمرور، هم ذول المجاهدين الابطال حقيقه. يعني احنا مو فقط في الصيف، بالشتاء درجة حرارة، انخفاض درجة حرارة، ارتفاع درجة حرارة، أمطار، عواصف ترابية، شوف رجال المرور موجودين في التقاطعات والساحات. واحنا الكل يعرف انه يعني عمل رجل المرور هو عمل خدمة، هذا واجبنا الأساسي احنا كواجهة للدولة العراقية، هو رجل المرور موجود في الشارع. فأكيد هذا واجبنا، اليوم صيف تشوفهم موجودين، يعني حقيقة يعني احنا مرات نخجل انه بمركباتنا من بالدوام المدني، يعني خارج اوقات الدوام، يعني تفوت انت اغلب المواطنين مشغلين تبريد بمركباتهم بسياراتهم يقولون حاره. الله يساعد رجال المرور الموجودين في التقاطعات والساحات، هذا واجبنا وهذا هذا واجبنا المقدس، وهذا احنا موظفين لدى الدوله العراقيه، لكن دائما احنا نحب المواطن انه يتعاون مع رجل المرور من خلال التزامه. صدقني التزام المواطن مع رجل المرور هو هذا اسمى واحسن دافع معنوي وجهه الى رجال المرور الموجودين في تقاطعات الساحات. بارك الله بك سياده المقدم، فعلا هي نصيحه لكل مواطن عراقي هو الالتزام بقواعد المرور، يعني هو فعلا ما طالب انت شيء من التزم، احنا نكون بخدمتك دائما. جزاك الله خير سياده المقدم. مشاهدينا الكرام، نذهب نحن وياكم الى مقطع من لقاء السيد اللواء طارق اسماعيل الربيعي مدير المرور العامه مع المواطنين، لنطلع نحن واياكم
حول المشاكل وحل المشاكل بشكل مباشر مع السيد اللواء. نشاهد هذا التقرير ومن ثم نعود. شنو حجيمش؟ يعني هدي هاي مال مكتب مال العقود. شنو هاي مكتب؟ هاي مكتب مال عقود مرورية. قلت لك بيه ان شاء الله راح نسوي، ان شاء الله راح نسوي الكتروني. الكتروني حتى نخلص من هاي الامور. قلت لك بيها بالحلقة يمكن قبل اسبوع. ان شاء الله ماضي الوزارة بهذا الموضوع. وتوجهات حتى يعني السيد القائد العام للقوات المسلحة المحترم، السيد معالي الوزير المحترم، انه نذهب كله بالالكترون الحوكمه. فان شاء الله بدات مرور اغلب عملياتها الكترونيه، يعني نتقدم سريع الحمد لله. كل العالم صح، كردستان كل العالم يعني ان شاء الله ممتاز. وفعلا اصلا تقليل الاموال اللي يقولون نعم. توصل الى 70 و80. لا يخلصنا من التزوير، يخلصنا من الاختلاس، يخلصنا من صحه صدور وما ادري شنو، كثير كثير من الامور يعني. روتين قاتل هذا كله بالدوائر الحكوميه لو طبق هاي كل المشاكل كلها تطير. هو الحج جاي عنده مكتب يدي يقسط مبلغ الضريبه اللي عليه، الرسوم اللي عليه مترتبه عليه. وافقت ان شاء الله من صلاحيتي بالقانون التقسيط ما يخالف. حطلك علينا يعني كبير، يعني كملا بقلنا 3 سيارات. اي وروح ابوك العزيز، يعني نحكي لله مو نحكي البشر، احنا لله نحكي. انت سويت علينا فضل، سويت عقيد على حولنا على مقدم احسان. اي مقدم احسان جاب له 3 ضباط مثلا 4، المهم شافوا المعاملة وكذا وهايتين كلها، قالوا هاي هي روح بصم. اي جيت لبو البصمة قعدت ام يمه، قال لي حج بسيطة تدلل وتو مرة امر وهايتين دور المعاملة. قال لي انت بعدك ما فاحص. قلت له ايه اروح افحص عادي. قال له روح افحص. شو اسمه كورلا وحده، ووحده نيسان سني هاي استاذ، حتى دفعت وكامله يعني. اي يهمش لي ما قبل يهمش يحولنا على شو اسمه. اي انه بقيت 4 سيارات سيدي، خلصن انتهت الشغله مالتهم كلن وراحن يعني. ليش ما بصوت لعد؟ أفحص رحت على عقيد على ما مشاني. الفحص جد إجا صار له أكثر من 3 شهور. لا هسه سيدي تاكله. إيه؟ بين السيارات حدود 18 سيارة جنابك من وقت وجهت عليهم وفاتحنا ذني مملوعات من الدوائر وجاب كتاب من القمارين. الأمور كلها صحيحة، بس شو يقولوا له؟ يقولوا له ليش ما مملوعة من الجمرك مباشرة؟ هذا باع ما الدولة حبيبي. حبيبي طيع عز قلبي، طيع عز عيني. هاي ليه يعطلون هيك امور؟ هسه هو باعها من القمرق، والقمرق مو عراقي. وايد له وقال له صح الصدور والدائرة اللي باعت، اذا اسمح الحاج حجي حسن، والدائرة اللي باعت نطت يعاز وايد ابو القمرق. ليش المدير اخي وجه مدير الموقع؟ ليه هذا الروتين شيله. شنو مشكلتك حبيبي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. سيادتك عندي تجديد سنوية. سيادتك تجديد سنوية في موقع الغزالية من المشروع الموازي للمشروع الوطني. اي عنده تجديد السنوية والبصمة الالكترونية، بصمة الوجه والسبابة، يظهر عندي قيد. هذا القيد معطل بسبب النظام. حاولوا معالجته أكثر من مرة، وكوادر قاطع غزاليا ما قصروا، ولمدة 6 أشهر من شهر 1 حاليا شهر 6. يطلع؟ استاذ يطلع لي انشاء قيد للمعلومات، تطلع معلوماتي وقيدي ما يرفع. سالم تعلمي تعالي، حالة الكترونية ضبارة موجودة. ضبارة موجودة، ليش ما يقبل النظام؟ ضبارة موجودة. ها؟ استاذ بصمتي ما ترفع. دقيقة
يعني بصمة عين سيدي هو عندك لو شنو انت؟ اي هو بصمة العين نعم. مدى تطلع؟ يعني بصمة العين تطلع؟ يطلع عندي قيد، عندي هذا القيد استاذ، هذا مدون تمت معالجته من قبل قسم المعالجة والسيطرة البرمجية. من ابصم تطلع معلوماتي، من يرفعوها حتى اروح للتدقيق تصعد للبيمنت ترجع قبل البيمنت استاذ. اكو بصمة اخرى سيدي، هاي اعطيني اياها سيدي هسه راح ادز على المعالجه. نعم سيدي هسه سيدي صار نعالجك يا منا. لا ما تروح، لا جيتني مو كتب مخاطبات رسميه حضرتك، هم ما بده يعالجون، ما قصرت الكوادر للامانه ما شوف الكوادر. شوف ابني هو هذا النظام ليش هو راقي ومحترم، ما يقبل الخطا، هو هذا اللي نريده احنا. شوف هسه اكو خلل، انت عندك مع العلم انت عندك قيد، عندك قيد، شنو السبب اللي من دنرف دا تاخذ البيمنت نرفعها يرجعنا؟ اكو مشكله هنا انا اسرع على الجكيان. هو قبل البيمنت يعني عند حاسبه التصوير يطلع لي انشاء قيد بالادخال. انتظر هسه دزيت على ابو البيانات وهسه دقائق هنا ملاحظه شخصيه وياه فترة طويلة، واليوم اجانا اليوم لازم تنحل، ما تغادر ترجع لي، لا اذا اكو اي شيء ترجع لي. هذه هي عودة مرة أخرى مشاهدينا الكرام مع برنامج بخدمتكم والحلقة الخاصة عن مديرية المرور العامة بضيافة أو ضيفنا اليوم المقدم حيدر الوائلي من إعلام مرور المرور العامة. سيادة المقدم، الكثير تسائل حول اللوحات، شنو المستجد باللوحات؟ يعني هسه اللوحات أصبحت هاي اللي لوحات المستطيلة، وقالوا بين نفس أربيل راح تتحول إلى بغداد، هل هناك أخبار عن هذا الموضوع أم ما؟ اللوحات الجديدة اللي ما تسمى، يعني هي ضمن معاهدة فيينا، هاي الدولية احنا تعتبر معاهدة فيينا الدولية، احنا من ضمن الموقعين على معاهدة فيينا، فهاي اللوحات هي تعتبر لوحات دولية موحدة في كل الدول المتعاقدة في الموقع في معاهدة فيينا. حقيقة احنا وضحنا حتى المواطن ما يصير عنده هذا الارباك او هاي الاشاعات المغرضة اللي في مواقع التواصل الاجتماعي. احنا متى ما نهيئ كل المستلزمات كل المتطلبات راح نباشر بهذه اللوحات من سواء من الشركه المنفذه للعقود وما شابه. يعني لحد الان ما مباشرين بها، المواطن بامكانه اللي عنده تسجيل مركبه بامكانه عندنا اللوحات المشروع الوطني تطبع الالماني مستمر بالطباعه. بعض المواطنين تعرف هاي المواقع التواصل الاجتماعي دائما هاي الاشاعات انه راح يبدلون بعد اسبوع بعد اسبوعين بعد ايام، فالمواطن يقوم ما يراجع تمام ما يكمل معاملته، يقول حتى من تجي اللوحات اطلع فرد مره أطلع. لكن احنا حقيقه السيد مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل الرباعي مشكورا وجه له التحيه، يعني حتى الاليه راح تكون سلسه جدا، ما راح يكون هناك زخم، ما راح يكون هناك ضغط على المواطن يعني راح نباشر بها، يعني لازم تروح تبدل لوحاتك، لا راح تكون اليه سلسه معده يعني مع نقل ملكيه اللي عنده نقل ملكيه لكن لحد الان ما مباشرين بها وما عندنا موعد محدد الا نكمل كل المتطلبات أحسنت. حتى تكون مهيئه، يعني المواطن يروح براحته يكمل معاملته مثل ما حاليا مجمعات التسجيل، المواطن بامكانه يروح يكمل معاملته نقل ملكيه تسجيل اول مره ما عندنا زخم مروري. وهذا ما شفناه طبعا للامانه، ما شفناه بالحسيني. الحمد لله الامانه، يعني راح تفاجئون الناس بانه التصوير القادم الاسبوع القادم راح يشوفون مساحه فارغه واجراءات فوق الممتازه، يعني الناس اللي تقول مو انا اقول. نعم الحمد لله. هذا شيء ايجابي. بالنسبه لسياده المقدم تحويل السياره ذوي الاحتياجات الخاصه، شنو موضوعها؟ مستمر بها ذوي الاحتياجات الخاصه، تعرف يعني اللي يجيب من الصحه انه مشمول بعدم دفع اللوحات وعدم الجمارك ايضا بدون، فهاي تبقى عليها حجز لمدة 5 سنوات. تبقى حجز عليها لمدة 5 سنوات، تخلص لمدة 5 سنوات يلا وراها تصير مركبة حرة، يصير تحويلها لكن هي طول فترة 5 سنوات تبقى محجوزة.
إشارة الحج تبقى عليها، تخلص فترة الخمس سنوات بإمكان المواطن نفسه يروح يحولها باسمه وتصير مركبة حرة. لكن بعض المواطنين تعرف يعني يشتريها هي بعد عليها فترة حجز، يشتريها من نفس الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة يريد يحولها، هذا مو ممكن لأن هي المركبة محجوزة، احنا من دخلت من سجلناها حسب القانون، حسب القانون بها مدة حجز خمس سنوات، ورا الخمس سنوات بإمكانه يروح يحولها إلى من يشاء. حولته؟ نعم بتحولوا هذا القرار مو اليوم، صار له أكثر من ما يقارب العشر سنوات صح. عاملين بها أكو مركبات صارت حرة، خلصت فترة الحجز صارت حرة ونقلت ملكيتها لأكثر من شخص، مع صارت مركبة حرة بمكان ينقل ملكيتها. جيد، من يحول هم يدفع جمرك سيارة؟ لا 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 ما لا، هو هاي فترة الحجز شنو؟ هو هاي مساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة. هاي فترة الحجز هي خمس سنوات، حتى يعني إنه ورا خمس سنوات صار مركبة حرة، لا راح يدفع جمرك ولا بدل لوحات، هي أصلاً مدفوعة، يعني هي مساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة. أحسنت بسيارة المقدم. بهذا الجواب راح ننتقل مشاهدينا الكرام نحن وياكم أيضاً ل تقرير آخر يخص لقاء السيد المدير المرور العام مع المواطنين، نشاهد هذا التقرير ومن ثم نعود. لا تروج بسبب أنه هذه فرق الرسم بالقمارق مال الترسيم، رايح هو دازي انه اكو نعم سيد اكو رقم شاصي بخطا، مرجع ابو القمارق نفس الرقم، نفس الرقم سيدي، الاختلاف بس بالزد والاكس، وهذا لا يؤثر على نوع ورقم الشاصي مال السياره، الاكس او الزد بالاخير ما يؤثر، لان الستة الارقام الاوليه مطابقه لنفس السياره، لازم يروح يدفع فرق الرسم حتى يرفعون الكلمه مال لا تروج. تروج ايه؟ وهاي الموجوده الاوليات مال الجمركيات ايه؟ كلها خليك تقول ترفع، ما كاتبين لك ترفع ابو الجمرك، لا اهدى عم اهدى عمي، هذا الكتاب التصحيح نعم سيدي، واكتب له نعم. قل له وردت عباره لا تروج هاي ما يمكم انت تقول له هاي ما يؤثر ويؤثر، سوي له كتاب منها من المقر اعطينا جوابها تروج لو لا تروج. نعم مستمير وكاتب، لا مستمير كاتب رقم شاصي خطا، احنا مو عباره لا تروج، نعم هذا هاي الاجابه، هاي اجابته كتاب عيني لا ترفع، هاي الاجابه مو تمام، هاي الاجابه اي بس هاي الكتاب مو هذا الاجابه، هاي الاجابه هذا الاجابه على الشاصي ما جاوب على لا تروج، يلا نسوي لك كتاب استاذ محمد، هي لا تروج ما له علاقه بالشاصي، هسه واقع حال راح نكتبه واقع حال، واقع حال هذا هاي التصريحة مالتها هاي من الفيس مالتها، ولكن وردت عبارة لا تروج يرجى رفعها من عدمه وإعلامنا، هاي خلاص طول بعد إذا هي صارت ثلاثة شهر ونص يمكن بعد سنة، لا لا ثلاثة أيام، لا اليوم اليوم تروح وترجع لي، الله يساعدك إن شاء الله زين، الله يبارك فيك إن شاء الله تكونوا كلكم بصحة وبعافية وخير، وإن شاء الله تكون هاي جمعتكم على خير وعلى بركة وعلى خدمة الناس، الله يبارك فيك سيد اللواء. هاي سيارتي يوم 2016 اشتريتها ورحت الكاظمية حولتها بإيدي، رحت شباك حولتها بإيدي، فخلصت بسنة 2000 يعني هاي السنة المضت يعني ده جد السنوية، قالوا لي غرفة، قالوا لي ضبارة ضايعة، غرفة قالوا لي لا تطابق، بعدين قالوا لي أي بالأجرة، أجرة سيد رقم صغير سهل سيدي، هذا رقم ثلاثي 585، فأكيد أمرار تضيع ضبارته وأمرار كذا سيدي، هسه شوفها وتأمر لا سيد العزيز، هاي آخر شيء كنت هاي جت قبل شهر، شوف أخي ابني عزيزي أنت سيادة العميد قابلته وسوالي ورقة ولحد الآن ماكو نتيجة، هاي سويت ورقة للمجلس التحقيقي هاي كل سيد اللواء، هاي الأوراق كلها شكو ورقة مطينية أنا مستنسخة، شكو شيء مطينية مستنسخة وخليه هنا هذه سيدي شهادة إيداع مسجلة بشهادة إيداع غير صحيحة، يدفع المليونين من فضل
ما اعرف سيدي العميد. انت من مشتريها؟ قبل بال 2016. نعم نعم. يم قيصر طلع لهذا قلبي سالم رجل رجل دقيق بشموه. اليوم احلك يا اليوم. اليوم احلك يا بس يا تلوى العفو من عندك سياده تلوى انا يعني رجال صاحب تاكسي اي لا انت محمد هاي الفوضى السابقه ترى انا مو دحكي قدام الكاميرا لا والله لا والله بس ترى هواي امور لقيتها رماد صح صح استاذ اخذت موافقه مال رقم مميز مواليد 1994 فدفعت الصاك يوم 25 كان يوم 25 أربعاء النظام واقف بمجمع التسجيل فمرت أسلم مصيك قال لي لازم نجيب استمارة الموقع واقف فيوم الأحد سحبت الاستمارة ويوم الاثنين سويت الوصل فصار لي أستاذ من يوم 30 لهذا اليوم يقولون على مود فتح الشفرة هذا يعني ماخذ رقم مميز بسعر 10 ملايين ودافع الصك دافع الصك يعني مسبق تعليمات صدرت اداريه تنظيميه وهسه راح افتح للشفره الشفره بسيطه شكرا جزيلا اجراءات مقابله المواطنين والله كلها جيده والله كلها جيده بالله كلها جيده لا تمدح بها بدون وجه حق اذا شفتها صحيح احسنت اذا اسمح لي اذا شفتها اكو خلل بالعكس حتى نصلح من اخطائنا والله سيدي صراحه يعني ماكو اي خلل والله لا اجيتك من البصره اي والله من البصره يلا الله يخليك ممنون استاذ شكرا جزيلا ممنون من الحوادث الله يخليك رحمه الله البصره نعم منا راح يفتح لك اياها محمد حسب توجيه السيد العام عاونك وناك تروح بدون ان يخابر منا راح يفتح لك اياها ان شاء الله هسه تروح النقيب محمد نقيب محمد يلا هاي نقيب محمد كتبت لك مشاهدينا الكرام طبعا لفت انتباهي السيد اللواء طارق تحدث حول موضوع مهم بالنسبة للناس المواطنين اللي يراجعون مديرية المرور العامة قضية العقد المروري وصل عقد 50,000 وصل إلى 80,000 وإلى 100,000 سعره وصار تلاعب وملفات فساد كبيرة بهذا الموضوع جزاه الله خير هذا يعني أنا دائما احنا نتحدث باللي نشوفه أما أكو سوء عمل سوء إدارة من بعض مديريات من بعض الضباط هذا أثناء البرنامج اللي عنده أي مشكلة يطرحها بابنا مفتوح لكل الناس بالدليل وبالإثبات لكن اللي شفنا الرجل أراد تغيير هذه الطريقة وتحويلها إلى إلكترونية والمبلغ أعتقد 30,000 دينار يعني وين 50 وين 80 وين 100,000 دينار إلى 30,000 هذا التبسيط الإجراءات يحسب لمديرية المرور العامة وكذلك يحسب قضية نتراجع مواقع تسجيل راح تلقى الضريبة شعبة للضريبة مكان خاص للضريبة مكان خاص للعيادة اللي هو فحص البصر واللي كان عندنا احنا كنا نحول الى او الاجازة او اجازة السوق نجددها مشكلة كبيرة ننتظر ابو البريد يجيب الاوراق الفحص وهناك راح نضطر تدفع لابو المتعهد او المندوب اللي ياخذ الاوراق انت مشي اسرع لان انت ملتزم بدوام كذا وتودي بتاكسي وترجع بتاكسي هواي هواي فالفساد يدخل بهذا الموضوع ان يكون في نفس الدائره ودوام صباح ومسائي بالتعاون مع وزاره الصحه يحسب الى مديريه المرور العام اي دائره اي وزاره اي مديريه تقدم خدمه للناس احنا راح نكون صوتها في اي برنامج يقدم من خلال شاشه قناه الايام سيادة المقدم بالنسبة للمقابلات أنا أريد أشوف المدير العام يوم الأربعاء شلون الآلية دكتور نعقب على موضوع العقود المرورية يعني إحنا نوجه رسالة لأصحاب العقود المرورية لأصحاب المكاتب
وحقيقه صارت عندنا اجراءات قانونيه بحق المخالفين، وكل لاحظت يعني اثناء المقابلات في هذا الموضوع. العقد المروري يعني احنا نوجه رسالتنا للمواطن الكريم انه العقد المروري سعره 50,000 دينار عراقي. ده يوزع على المكاتب. المكاتب المجازه. اليوم اي مواطن من يروح المكتب ويقول لك غير سعر العقد المروري يقول لك 80 ب 70 ب 60، فهنا احنا نترجم المواطن رقم اسم المكتب عنوانه ويجي يسجل عليه شكوى للدائره القانونيه حتى نتخذ الاجراءات القانونيه بحق هذه المكاتب المخالفه. جيد. هذا مكتب مخالف يعني استغلال للمواطن حتى نتخذ الاجراءات القانونيه وغلق هذا المكتب. تعرف انت هو له حصه محدده يجي يستلمها من جهه العامه يخص العقد المروري. يعني ابو المكتب له حصه. هو بعد جاي يستلمها من جهه العامه. هذا اللي يخالف احنا نقدر نتخذ الاجراءات القانونيه وهذا ما وجه به السيد مدير المرور العام. ممتاز. اوجه النداء للمواطنين اي مكتب تروح له فوق ال 50,000 انت اسم المكتب وعنوانه تعال سجل عليه شكوى بالدائره القانونيه. ممتاز. حتى احنا نتخذ الاجراءات القانونيه وهنا راح نقضي على هذه الحاله حاله الاستغلال حاله الجشع من اصحاب بعض المكاتب الكل التزمين بعض اصحاب المكاتب اللي يستغلون المواطنين. ولهذا السبب يعني اتخذ مدير المرور العامه طريقه اخرى هي قضيه الالكتروني. هو هذا اللي حكم الخطر دراسات خوف عن كاهل المواطن لكن هذا طبقت راح يكون تسهيل اجراءات المواطنين الكبار. ممتاز. لكن حاليا اي مواطن شوف ابو مكتب اللي بيستغله فوق ال 50,000 دينار عراقي خلينا هذا الاجراء حتى المواطن لازم يتعاون ويانا اليوم مو فقط مديريه المرور العامه مفارزنا او الجهات السانده انه نوصل هذه الحاله. المواطن هو الموجود هو الاقرب للحاله. هم مشكله حيدر يقول لك انا او انا عقد واحد مرور راح يزيد عليه 20. هاي المشكله مو هي مشكله هي ما عندنا اشتقاق تروح تشتكي وكذا مو يقول لك هم ما راح اسوي مشاكل. المواطن لازم ما يفكر بس بنفسه خليه يفكر ايش كم مواطن هذا راح يستلم. بالتاكيد صح صحيح لازم يكون تعاون. بس اقول لك مو راح اسوي لي مشاكل اروح احتمال هذا بالمكتب يدقني عشائريا تفاصيل انت تذكر اسمي. لا هنا أنا احنا اكيد اذا جاء قدم شكوى اكيد احنا عندنا اجراءات قانونيه نتخذها. اها فمو الا يعني قليل بس اكيد حتى يعني المكاتب اللي جاي تسوي هاي الاجراءات حتى احنا نكون مرصوده من قبلنا. تمام تمام. فهاي المواطن لازم يتعاون معنا. فيما يخص مقابلات المواطنين يعني احنا عندنا يوم الاربعاء السيد مدير المرور العام مخصص للمواطنين. حلو. اللي عنده شكوى اللي عنده طلب قانوني اللي عنده مشكله اللي عنده عرقله اللي يتعرض لاي حاله ابتزاز من موظف تابع الى مديريه المرور العامه او منتسب او ضابط سواء في مجمعات تسجيل او في الشارع. فيوم الاربعاء هو مخصص المواطنين يعني السيد العام كل مشاغله التزاماته يوم الاربعاء يخصص المواطنين حقيقه. يجي يتوجه المواطن الى مديريه المرور العامه عندنا موجودين اخوانك قسم العلاقات والاعلام نستقبله في قاعه التشريفات نسوي له طلب. طبعا طلبات مجانيه احنا طابعيها يعني حتى لا من العرضجيه او يجيبها من اي مكان يطبعه سوي له طلب لكن شرط ان تكون طلبات قانونيه يعني طلبات ضمن سياقات مديريه المرور العامه واجراءاتنا. سوي له طلب قابل السيد مدير المرور العام بعد هو يشرح موضوعه مثل ما لاحظت انت. اي عفوا اكو وقت محدد مثلا الساعه الفلانيه الساعه الفلانيه؟ احنا الاربعاء يعني حقيقه الاربعاء نستقبل المواطن الساعه 8:30 صباحا بدايه الدوام الرسمي الساعه 8 احنا ب 8 نستقبلهم 8:30 نبدا بالطلبات لحد ما اخر مواطن حقيقه. اخر مواطن؟ اي اخر يقدم. مواطن يعني اخر مواطن يقابل السيد مدير المرور العام. وراها احنا ايضا السيد مدير العام عندنا مقابلات منتسبي مديريه المرور العامه ورا بيخصصوا المواطنين ونكمل هاي كل اجراءاتنا. ممتاز. سؤال احد الاخوان سال يقول نقل الملكيه. نعم. مثلا هذا متوفي. نعم. اب توفى. نعم. فاكيد يراد له اجراءات قانونيه حتى تباع السياره يعني شلون حتى المواطنين من يسمعون انه هاي المركبه تابع الى شخص متوفي ما حد يروح اي فعلا ما حد يشتريها. لا هي اجراءاتها بسيطه يعني يعني هي نفس الشيء نعرف احنا بالقانون انه قسام شرعي صح الصدور بالقسام وهنا يبقى المواطن مخير يعني اصحاب القسام الشرعي الورثه يا اما الورثه يا اما يسوون وكاله لشخص واحد يراجع ينقل ملكيتها وكاله خاصه لو وكاله عامه وكاله خاصه بالمركبه باجراء باجراءات المركبه يا اما يجون هم نفسهم الورثه شرط ان تجي صح الصدور بالقسام الشرعي زين يجون يبصمون ينقلون ملكيتها. اجراءاتها بسيطه لكن المواطن هو المواطن يعني حتى انت مو فقط المركبات حتى الدور السكنيه الدور السكنيه بنسمع انه هاي الورثه
مشكلة عنده يتردد في شرائها، لكن إجراءاتها بسيطة، يعني قسام شرعي صح الصدور بالقسام، إجراءات بسيطة جدا طبيعية جدا ما بها عرقلة. بارك الله بك. سيادة المقدم، حتى عندنا سؤال آخر ومهم طبعا، هو الأرقام المحرفة. نعم. لكن بعد ما شاهد التقرير أيضا. نعم. سيد اللواء، ومن ثم نعود. مشاهدين الكرام، نشاهد هذا التقرير ونعود معكم في تقديم برنامج بخدمتكم والحلقة الخاصة حول مديرية المرور العامة. اريد تحولها من سليمانية الى بغداد، ودفعت السايكو، دفعت السايكو، قالوا لي هاي خاصة، وقفت، قالوا لك وقفت، قال لي هاي الوكالة خاصة، قلت له زين مشيت كل هالاجراءات. راضي عيني. سيارتك هسه تحمل رقم سليمانية لو بغداد؟ بس جاوبني يعني بعدها ما مسجل. هاي وقفت، اكو مداولة يعني مناقشة بكتب رسمية. هذا قرار 13 شهر انفتح وغلق قبل 4-5 سنوات، يعني قبل ما أجاني وقبل ما يجي حتى اللي قبلي، يعني مع الأسبق مدير عام الأسبق، ولحد الآن يعني صار 7 سنوات تقريبا، 6 سنوات ما انت ما راجعت، وقفت الإجراءات. اكو مداولة يعني مخاطبة شو تعتبرها بيننا وبين القانونية مال الوزارة. إن شاء الله نوصل الحل ورا العيد، تعالي ورا العيد. سمعت المواطن اللي قبلك، أنا متابع الموضوع أنا وأخويا أبو القانونية. العفو، للسيكل ولا الرقم؟ دعوه السيكل سوى الرقم أنت، لأنه أنت أصلاً سيك مو موجود، السنساخة موجود وعدي وصل بي. لا رسوم دفعتها؟ إيه رسوم كلها دافعها. يعني انت شو قد دافع حب الله؟ فان شاء الله خير، ان شاء الله خير. مصطفى ما العيد اجيك ورا العيد تجيني زين. مصطفى الست نغم مصطفى محجوز السيارة؟ شلونك سيادة اللواء؟ أهلا. السيارة محجوزة بسبب إشارة من المصرف. أي. الكتاب دازين مصرف المديريتكم، لكن شفنا الكتاب بالأرشيف، هذا الكتاب والكتاب هذا مالتي. رفع ضبط مركز. نفس العدد والتاريخ. الإشارة بس قول لي على رقم الشاصي. هاي سيارتي. اللي واصل يعني. لا هذا شو هذا؟ هذا اللي واصل. واصل نفس العدد، نفس التاريخ، نفس الكذا، بس غير سيارة. هاي فتون وهاي ألن ترى. هاي نعم نعم وهي 2-4-5-9 شاصي 7 تختلف. المديرة هاي حسين معاونة بالسجن، توقفوا مو بس على سيارتي. هاي تزوير، هاي يعطوك نفس الكتاب بس يغيرون محتوى. هذا عدلوا لي 61 وختموا لي. لا مانع تخلص يلا نقدر نتعاون وياك او نساعدك في هذا الموضوع. شوف هاي قلت لك الدكتور هسه، قلت لك اني سبقت لانه اكو مداخله. شوف ايش فاز استاذ مصطفى، ايش قالوا له؟ قالوا له الا تخلص القضيه. شو وقت تخلص القضيه؟ شو وقت المحاكمه؟ شو وقت اؤجل؟ شو وقت اذا ما هرب غيابي حكم غيابي يصدر؟
مشاهدينا الكرام، هذه عودة مرة أخرى، والسيد المقدم حيدر الوائلي من إعلام مرور العامة. سيادة المقدم، الأرقام المحرفة وايد تصير إشكاليات، مو تمام؟ نعم، هي للأسف حاليا يعني بدأت رصدناها حقيقة رصدناها، فبدأت تقل أو إذا ما انقرضت يعني. ممتاز. هاي يعني مشكلة واجهناها إنه أصحاب المركبات المخالفين، يعني ولذلك يعني بعض الأحيان أكو بعض المواطنين أكو غرامات تصير عليهم، يقول أنا هاي ما مخالف هاي الغرامة. فأصحاب المواطنين المخالفين بعض أصحاب المركبات شو يسوون؟ يحرفون بالرقم الخلفي للمركبة، يعني يغيرون بمثلا هو رقم 2 يخلونه صبغ أو ما شابه أو مسحوق صبغ 1. فصارت عندنا إشكالية يعني لا سامح الله، لو صار حادث دهس حادث أمني، فأكيد رجل المرور بالمركبة تنهزم تولد الفرار، راح الرقم الخلفي هو اللي يحفظه رجل المرور بالضبط أو أي مواطن. فهنا بدينا صارت هذه الحالة استشرت، فبدينا مفارزنا توجيه السيد مدير المرور العام، بدينا نرصد هذه المخالفين، مو مخالفة وموقف جنائي يعتبر، لأن صح تزوير وأخفاء معالم تزوير يعتبر، فموقف جنائي بدينا نرصد بها مفارزنا في بغداد باقي المحافظات وإجراءات قانونية لمراكز الشرطة. وجدنا هواي حالات للأسف، وهذا هو هذا النداء للمواطنين الكرام، يعني أصحاب المركبات، يعني حقيقة أولا هاي جريمة، لأن أنت بهذه الحالة لا سامح الله، مو فقط الغرامات، ما نقصد غرامات، لو سوى أي حادث أمني أو حادث دهس صح أولاد بالفرار، يعني راح يروح عاتق الجريمة على شخص آخر هو بريء. تمام. فبدينا نرصد بهذه المخالفة، حاليا بدات تقل او تنقرض، يعني ما جاي نلاحظ هذه الحالات كانت اكيد من بعض ضعاف النفوس، يعني اكيد ضعاف نفوس يعني، وايضا بعض المخالفين يعني لاحظنا مركبات الاجره، المركبات الاجره يعني الكيات وما شابه هذه المركبات، انه تعرف انت يجي بالشارع يقبط يوقف باي مكان، فعنده مخالفات كثيره، فهو بدأوا يستعملوا هذه الحيله يغير بالرقم، حتى من تروح الغرامه تروح على شخص اخر تغيير رقم كامل. فبدينا نرصدها حاليا، يعني ما جاي نلاحظها، بدات هاي نداء ايضا للمواطنين واصحاب المركبات انه هذه المخالفه تعتبر جريمه، يعني اجراءات قانونيه تصير بحقك، تذهب الى مركز الشرطه، اجراءات قضائيه. فاحنا نتمنى منهم يبتعدون عن هذه المخالفه مهما كانت الغرامه، هي الغرامه احنا هنا حقيقه في قانون المرور رقم 8/2019 وحنا لاحظنا الغرامات هي رادع حتى صح للمواطن، حتى ما مو لغرض المال، مو غرض احنا المادي او بس هو رادع للمواطن. وجاي نلاحظ يعني كثره الحوادث المروريه اللي موجوده عندنا في بغداد وباقي المحافظات بسبب عدم التزام سائقي المركبات ببعض المخالفات، يعني مثل هاتف النقال تلاحظ انت صح هو هاي الهاتف النقال يستخدم يتصل او تصفح مواقع التواصل الاجتماعي هو يقود مركبته، هو عدم انتباه ثواني يسبب لك حادث مروري او يلعب ببجي يعني ايضا يعني بعض المواطنين مثلا يشوف الاستداره الطبيعيه بعد 100 متر صحيح وعنده ورا 5 مترات وياخذ السائد النظام ويروح عكس السير. هنا لو صار حادث لا سامح الله، المخالف صاحب المركبه اللي هو جاي عكس السير يتحمل الحادث 100%، مقصيته تكون 100%. صح لا هو مقصيته تكون 100%، لانه جاي عكس السير وشخص مو بسايده سائق مركبه بسايده حقه الطبيعي يصير هذا يصير 100%. فهاي المخالفات والسرعه المقرره نعرف احنا الكل يعرف انه شوارعنا العامه وخصوصا الرابطه بين المحافظات بحاجه الى عمليات اكساء وصيانه، فانا اليوم عندي السرعه خلينا نقول المقرره هي 100 صح، فانا ما مجبور انه امشي فوقها 140 160 وسبب بحادث واي راح مو صحيح، وخصوصا اللي الطرق الخارجيه الرابطه بين المحافظات كارتين. اصحاب المركبات ما تسمى التشارجرات وما شابه، يعني يروح يقول لك انا بصره 180 بصره 160 بصره 200 شنو هاي تتفاجئ انه هاي الساعه اللي يمشي بيها صحيح، هي هاي المخالفات تسبب لنا حوادث مروريه. احسنت، وضحيتها راح الكثير. احسنت صح سياده المقدم. مشاهدينا الكرام، مشاهد اخر تقرير مع سيد اللواء في يختم جولتنا في داخل موقع مديرة المرور العامة، ومن ثم نعود. مشاهدينا الكرام، بعد جولة طويلة للقاء جمع كبير من المواطنين من لديه تساؤل إشكال،
شاهدنا بصراحة والأمانة حل مباشر من قبل السيد اللواء مدير المرور العام. في ختام هذه الجولة السيد اللواء، وأيضا لنا جولة ميدانية إن شاء الله في إحدى قواطع مديرية المرور العامة مع سيادة اللواء أو من ينوب عن مع حل المشاكل مباشرة مع المواطنين. في ختام هذه الجولة نشكر سيادة اللواء طارق الرباعي مدير عام المرور العام، شكرا جزيلا من القلب لك على ما قدمته للناس. الله شكرا جزيلا لك، وتعبناك احنا. لا عفوا، وجيت هذا واجبي، لا شكر على واجب، هذا واجبي الاخلاقي انضباطي الاداري اللي ما اتقاضى من راتب، بس انا اشكرك لك. لا عفوا يعني، وهذا تعبكم هذا واجب، وقت طويل قعدت يمنا واستمعت انت كذلك لهموم الناس مشاكلهم والمعالجه السريعه والفوريه، الحمد لله والشكر من ضباطي ومساعدي المعاونين وياي معايا في هذه المديريه. ان شاء الله نرتقي يوم بعد يوم، نرتقي حتى نكسب ود الناس، وخير الكلام انه خير الناس من نفع الناس. احسنت. طبعا انا بدور الاخوان في قناه الايام الفضائيه وايضا في برنامج بخدمتكم نشكر جميع الاخوان المنتسبين من اصغر منتسب الى جنابك سياده اللواء على هذه الجهود، امانه ان كان خلل في مكان معين او كل الدوار حتى في البيت الواحد اكيد لابد ان يكون هناك خلل، لكن ان شاء الله بوجودكم تذل كل العقبات ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. اذا مشاهدينا الكرام نستمر مع تغطيتنا في برنامج بخدمتكم والحلقه الخاصه عن مديريه المرور العامه، هذه عوده للاستوديو المباشر. مشاهدينا الكرام، بعد ما ختمنا جولتنا في داخل مديرية المرور العامة مع اللواء طارق اسماعيل الربيعي مدير المرور العامة، ايضا نشكر ضيفنا لهذه الحلقة المقدم حيدر الوائلي من اعلام مديرية المرور العامة، شكرا لك كلمة باقل دقيقة سيادة الدكتور. شكرا لك على حسن الاستقبال والضيافة، وحقيقة كلمة للمواطنين الكرام انه يتعاملوا مع اخوانهم رجال المرور من خلال التزام، وأكيد كل عام الشعب العراقي بكل أطرافه ومكوناته بألف ألف. أحسنت، بارك الله بك، شكرا جزيلا لك سيادة المقدم. وأيضا دورنا راح نشكر كل إخوانا الموجودين بمديرية المرور العامة، حيرتني منا حاليا عيدي شوية شاب شعندك أحمد. مشاهدينا الكرام، في ختام الحلقة نشكر السيد اللواء وأيضا نشكر كافة الإخوان منتسبين مديرية المرور العامة لإتاحة الفرصة للتصوير بالمرور العامة. نشكر كادر البرنامج، وكلمة أخيرة أقولها لكم كل عام وأنتم بألف ألف خير. إن شاء الله ندعو من الله دوام المسرة والأفراح لجميع عوائلنا العراقية، وأن نعبر هذه المرحلة من تشكيل حكومة إلى بر الأمان وتقديم أفضل خدمات للمواطن العراقي. تقبلت حياتنا معدوم مقدم البرنامج حازم الحربي، في أمان الله.